علي حمدي. نعم يا عين حمدي. شان الله لا تأخذ، يعني مو كل أصابيعك مثل بعض. طلع طلع طلع، خليني وصلك على البيت. هي النطرة تبعك هون كلها بلا طعم. طلع. يعني أنت بترضاها أروح على البيت أسهر لحالي واليوم عيد ميلادي يا بجانتي؟ والله اليوم عيد ميلادي. تعرف يا بجانتي، السنة اللي فاتت بكل يوم وبنفس الساعة كان تقريبا، شو بدي أقول لك، نص دبي بيحتفلوا بعيد ميلادي. شو بدي أقول لك، هدايا، نسوان، روايح، بس مثل اليوم أنا ما شفت. صور أربع نسوان، صار لي ساعتين منتظر ولا واحدة منهم اجت. وينهم؟ لا بس تعرف أبو جانتي حييجوا. حمدي برصم ما بيقول حييجوا؟ حييجوا. بس والله لو بدها تشتي كانت غيمت يا معلم برصم. اللي استنى كل هالسنين يا أبو جانتي، استنى الساعة، عمر بيمضى. معلم بورصة، أنا واصل خمس دقايق مشوار بس أقضي غراض. لا تحرك من أرضك، ها راجع أنا. راح مثل كل شيء، راح ما رح يرجع. دنيا ليش سهرانة لهلا انتي؟ والله ما بعرف شو بني امي، حاسه كانه جسمي مهدول. يبعث لي حمى، بدك تمرضي ليكون. لا ابعد الشر عني. امي شو رايك بحماتي؟ لك تضربي انتي وحماتي؟ منين عملتي هاي الخبط لزق حماتي؟ لك امي شو بكي جاي تطلبني لابنك؟ اتشرفنا يا